نطلع نشوف مؤتمر رشيد الطوسي ونرجع نعقب. رمضان مبارك كريم بالنسبة لكل إخوة الصحفيين، وأكيد بأن ملي كتشوف مؤتمر صحفي بالحجز من الآن كتدخل في أطوار ديال المباراة وكتزيد كتحمس أكثر. فأظن بأنه وقتنا واحد الشوط، الشوط الأول كان صعب يمكن ما شفتو بكل يعني الأطوار ديال المباراة، بحيث كانت هناك يعني فيها بعض المطبات، ولكن الحمد لله رجعنا في الشوط الأول من المباراة بنتيجة نقدروا نحسبوها بأنه الهدف اللي سجلناه ثمين وثمين جدا، ولكن يجب استثماره. فالآن الشوط الثاني أكيد بأن الوقت لتحضير المباراة كوقت هو قليل، ولكن كان هناك يعني أمور تقنية دقيقة اللي وقفنا عليها، سواء من ناحية ديال التنشيط الدفاعي أو التنشيط الهجومي. وفي نفس الوقت عارفين بأنه غادي يكون واحد المساندة قوية من طرف الجمهور ديالنا ومن طرف كل المغاربة، الجمهور الرجاوي أولا وكل المغاربة، وأظن بأنه هذا عامل غادي نحاول يعني نعتمدوا عليه كذلك باش يمكن يعني هذا الشوط الثاني يعني نضمنوا يعني المرور للنصف النهاية. وكما ذكرني عامل الفريق غير هذه يومين بأنه 18 سنة فريق رجاء ما لعبش نصف النهائي، فأظن هذا في حد ذاته حافز، ولكن هذا الشيء كله خصو يدار يعني بواحد الصبر، خصنا نتحلوا بواحد الصبر، خصنا نتحلوا بواحد المعنوية مرتفعة بالنسبة للاعبين، وفي نفس الوقت خصنا نعرفوا أن نركزوا أكثر، لأن التركيز له دور مهم في هذه المباريات بهذا الحجم، لأن هذا المستوى العالي، هذا الشامبيونز ليغ كما قلت لك بها، كارت فينال الشامبيونز ليغ ماشي سهل، ولكن فريق الرجاء إن شاء الله نتمنى يكون في الحدث باش نحققوا إن شاء الله التأهل ونرضيو كل الجمهور المغربي والجمهور الرجاوي خاصة. الرسالة ديالي اللي كنقول للدراري هذاك الشيء كيخصني أنا وكيخص المهم أول حاجة. ثاني حاجة أي لاعب يتحط في المستوى اللي تحط فيه الهبطي يقدر يضيع، كاين اللي حدا بوطو زقلة، هذه سنة الحياة، ما مكتبش علينا الماركي وما مكتبش علينا ربي، كاتب شي حاجة كاتبها. الدراري ديال الرجاء عندهم مستقبل، والحمد لله أننا لقينا مدرب اللي كيهتم بهم وعطى الفرصة لبزاف اللعابة، وكاينين المواهب اللي جايين خاصنا غير نصبروا عليهم شوية. كتعرفوا الضغط ديال الجمهور والضغط ديال المكتب، الرجاء خاصها اللعاب يكون واجد، لا الرجاء كتطلع ولاد فرقتها باش يكونوا في المستقبل كيكونوا حسن وكيكونوا غاديين على ديك الوتيرة ولا ديك المسيرة اللي خدينا حنا ملي كنا صغار. الدراري اللي كاينين دابا كلهم يستاهلوا يكونوا في الرجاء، حيت ضربوا تمارة، حيت ضحاوا بزاف الحوايج، اللي ما لا تعطاهم الفرصة ديالهم ويشدوا المشعل ويزيدوا بالفرقة القدام إن شاء الله. تدري بأنه وأنا كان شاطر رأي عميد الفريق، شكون اللي تقلقنا حنا فاش خرجنا من المباراة؟ لأن راه بدينا مزيان، بدينا مزيان، تلاحظوا في المباراة بدينا مزيان، بالعكس حنا ضغطنا، علما بأنه حتى درنا بريسينغو وكان المفروض ضد الأهلي ما نديروش في بداية المباراة، كان المفروض تقول كأهلي، ولكن درناه في الوقت اللي جات في الدقة 3 جاك هكاك أثر، وهنا هذه النرفاز اللي صحيح، حنا ما خصناش نتعرف في ذاك البيج، هذا الفخ. وانا كان شاطر محسن بالرغم من احنا كنا كنقول ليه هضر مع الحكم، ولكن في الوقت الحكم كيتسناني على سبه باش يمكن يعطي ورقه صفراء، اكيد بان الدار المجانيه ما كانش خصو ياخذ ورقه صفراء مجانيه، ولكن هذا كذلك ناخذ منه دروس باش ما نبقاوش نتاثروا بالقرارات ديال الحكم، كانت ايجابيه او سلبيه ما تاثروش بها، نبقاو مركزين على اللعب ديالنا. فاكيد بانه هناك هيئات، حنا درنا اللي علينا، فريق رجاء دار اللي عليه، كتب الكاف باش تاخذ حق الجزاء، ولكن شنو ربحنا حنا في اخر المطاف؟ ما ربحنا والو، لأن المباراة مشات. كتبقى مسألة اللي بالنسبة لنا جد مهمة، هي اللي غناخذوا منها دروس باش المرة الجاية واخا يوقع أي خطأ ديال الحكم، حنا نبقاو مركزين على المباراة ديالنا، نخليو الناس المسؤولين في كل مجال ديالو يدير الخدمة ديالو. أنا نعرف اللاعيبة ديال الأهلي، شكرا بعدا على هذا، وأظن بأننا تكونوا في ضيافة يعني اللي تستحقوها كنادي كبير، نادي الأهلي، أظن حتى واقفين على كل صغيرة وكبيرة، حتى الملعب اللي عطاكم التدريب من أحسن عشب، على عكس الملعب اللي دربناني هناك في يعني في نادي الأهلي، فهذا من حفاوة الاستقبال ديال المغاربة. فتدرية بأنه يعني الرزمنة ديال المباراة اللي لعبناها قبل المباراة، انت حنا لعبنا جوج المباريات ديال الكأس،
120 دقيقه في 120 دقيقه. على عكس هذا الاسبوع اللي الحمد لله لعبنا مباراه وعندنا اسبوع واللاعبين في تمام جاهزيه احسن من مباراه ديال الذهاب. وهذا له تاثير اكيد بانه في ظل يعني الايقاع اللي كان عالي جدا ديال المباراه والضغط كذلك ديال الفرق الاهلي اكيد بان اللاعبين اكيد يكون بالنسبه لهم صار واحد التشنج عضلي بسيط، وخصوصا اللاعبين اللي في مراكز حساسه ومراكز جد مهمه يعني تيشتغلوا في السراء والضراء يعني في الهجوم وفي الدفاع، في الهجوم والدفاع. فشيء عادي الا تخذ واحد المنظور بانه في ضياع الوقت، فهذا ماشي من شيم، ماشي من القيم ديال فريق الرجاء البيضاء. النهارده الخميس كمان في العصر كان المؤتمر الفني. انتوا عارفين حضراتكم قبل المباريات الكبرى بيبقى فيه مؤتمر فني بيتم فيه الاتفاق على كل تفاصيل الامور الفنيه. حضر الاجتماع ده من ناحيتنا طبعا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي، والدكتور عمرو محب مترجم الفريق، واحمد فوزي وكرم عطا محمد اداري الفريق ومندوب النادي الرجاء ومسير الاتحاد الافريقي ولجنه الحكام ومراقب المباراه. وتقرر خلال الاجتماع ان يرتدي النادي الاهلي زيه المعروف، وهو القميص الاحمر والشورت الاسود والشراب الاحمر، ويرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الازرق، على ان يرتدي فريق الرجاء زيه الاخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه زيه كاملا باللون الابيض. وتم الاتفاق على كل الامور، مواعيد وصول الفريق، مغادره الفندق، وصولا الى الوصول لارض الملعب، نزول الفرقتين لارض الملعب للاحماء، بدايه المباراه، تفاصيل بالمواعيد بكل شيء. والحقيقه الاجتماعات الفنيه دي بتبقى غايه في الاهميه عشان بتحط النقط فوق الحروف، وبيبقى كل شيء واضح وكل شيء يعني باين للعيبه بالمواعيد بكل شيء وللاجهزه الفنيه. ويمكن ما فيش اختلاف كبير عن مباراتنا هنا في القاهره، يمكن كان نفس الزي ونفس كل شيء، ولكن يمكن الاختلاف هو ميعاد المباراه، يمكن المباراه متاخره شويه. لا والشورت ده شورت مهم جدا صحيح، بس هو الاهم من التيشيرت اللون. لا الاصل اللون الاسود له ذكريات سعيده صحيح جدا مع جماهير النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله يا رب يعني استكمالا للذكريات السعيده مباريات القمه في وهدف عماد متعب مع كابتن مدحت عبد الهادي وهدف محمد بركات ولعب في كاس العالم الانديه، يعني في ذكريات سعيده جدا للشورت الاسود مع النادي الاهلي. نتمنى ان بكره ان شاء الله في مباراه الرجاء يكون يعني نفس الذكريات السعيده ونقدر نحقق الفوز ان شاء الله. وان كان انا مستغرب ليه الشورت الابيض، ربما عشان حارس مرمى فريق الرجاء هيرتدي الزي الابيض بالكامل فما يحصلش اي مشكله داخل منطقه الجزاء. ولكن انا حابب اعقب تعقيب بسيط على يعني رشيد الطوسي والبادي لانجوج وهو بيتكلم في المؤتمر. لا في هزه نفسيه، في توتر، في قلق تحديدا، وان يعني فريق الرجاء البيضاوي المغربي الجماهير ما بتصبرش على اي اخفاق. يمكن كان فولموتس مدير فني لفريق الرجاء في مباراه السوبر امام النادي الاهلي، وبعد الفوز مباراتين حتى شهر فبراير تم اقالته وتم تعيين رشيد الطوسي. نتمنى النادي الاهلي يحقق الفوز بالتاكيد، نتمنى بعد ذلك الاستقرار لفريق الرجاء، ولكن يهمنا طبعا في المقام الاول فوز النادي الاهلي بكره باذن الله، ويكون للشورت الاسود ذكريات سعيده مع جماهير النادي الاهلي كالعاده.